مساء الخير. نبدا جولتنا على اسواق اليوم مع اعلان شركه التعدين العملاقه غلينكور عن انخفاض بنسبه 32% بارباح السنه بكاملها بعد ما تاثرت بشكل حاد بانخفاض اسعار السلع والمواد الخام. سجلت الارباح 8.7 مليار دولار بانخفاض من 12.8 مليار دولار، وهذا بالطبع مع الاخذ بعين الاعتبار تراجع قيمه الاصول اللي بتعكس انخفاض اسعار السلع الاساسيه. من الاجراءات اللي اتخذتها غلينكور لمواكبه هالتحديات، اولا الامتناع عن انتاج الزنك ونحاس، ثانيا تخفيض توزيعات الارباح للمساهمين، واخيرا اصدار اسهم جديده لجمع الاموال. ومننتقل لوارن بافيت احد كبار المستثمرين بالعالم، اللي ذكر للسي ام بي سي نهار الاثنين انه هو بيشتري الاسهم بطريقه عدوانيه وكثيفه بوقت السوق عم بتراجع. تم سؤال بافيت ما اذا كان بيشعر بالقلق تجاه اوضاع السوق لسنه 2016، فكانت وجهه نظره انه ما في كثير تغيرات من 5 اشهر، ولذلك هو منه كثير قلق. بالنسبه لبافيت الاستراتيجيه الممتازة هي اللي بيتم فيها شراء الأسهم باستمرار على مدى طويل وعدم الخوف ما إذا ارتفعت أو انخفضت بأي شهر أو سنة. ومننهي مع إعلان باركليز عن تراجع بالأرباح إضافة لإعادة الهيكلة وتخفيض حصتها بإفريقيا. إذا انخفضت الأرباح السنوية الأساسية لسنة 2015 بنسبة 2% ل 5.4 مليار باوند. كما ذكر البنك أنه رح يخفض الأرباح بأكثر من النص، أي ما يساوي 3 بنس السهم الواحد لسنة 2016 و2017. باركليز عم بيسعى لتقليص حجمه لقسمين رئيسيين، باركليز يو كي وباركليز كوربريت اند انترناشونال. على اثر هالاعلان انخفض سهم المصرف بنسبه 5.6% بالتعاملات المبكره. بحب زيد انه بيشوف الرئيس التنفيذي انه البنك على الطريق الصحيح بالطبع، مع القيام بمجهود اكبر ببعض المناطق من اجل تقديم اداء افضل. هيدي هي اخبارنا لليوم، شوفكم بكره.